هل تعرف قدر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع. هل تعرف قدر رسولك صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل سراجا منيرا؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال بالطبع ستكون الإجابة في منتهى الاختصار: نعم، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا سئلت سؤالا آخر فقيل لك: ما الدليل على أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحب رسول الله حقا وصدقا؟ وما الدليل على محبتك وصدقك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثيرا عندما نتكلم عن محبتنا لرسول الله تجد الأشعار والمسلسلات والأفلام وكثرة الكلام في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا جئت إلى أرض الواقع لتجد هذه المحبة تتمارس فعليا في أرض المسلمين ومعاملات المسلمين وأخلاق المسلمين تصطدم بهذا الواقع. إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فهل تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم حقا في قلبك؟ وتقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التقدير والتعظيم والإجلال كما أمر الله عز وجل في كتابه؟ هل تعرف قدر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع؟ هل تعرف قدر رسولك صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل سراجا منيرا أرسله للناس كافة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ هل تعرف قدر السراج المنير الذي أرسله لك الله سبحانه وتعالى؟ لو تتبعت القرآن ستجد أن في القرآن الكريم سراجان فقط: سراجا وهاجا، والمقصود به هو الشمس، وسراجا منيرا وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكلاهما سراج، ولكن فرق شاسع بين السراجين. فالسراج الوهاج له نور وحرارة قد تؤلمك في شدة الصيف والحر، أما السراج المنير صلى الله عليه وسلم فهو يهديك إلى الخير حرا وصيفا وشتاء، في الليل وفي النهار لا تجد له حرارة مؤلمة صلى الله عليه وسلم. السراج الوهاج قد يصيبك بالأمراض والاحتراق كلما ازددت منه قربا، أما السراج المنير صلى الله عليه وسلم فكلما ازددت منه قربا ازددت من الرحمن حبا. السراج الوهاج يغيب ليلا ويخرج للناس نهارا، أما السراج المنير صلى الله عليه وسلم لا يغيب لا ليلا ولا نهارا. عذرا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لا يوصف. جاءت قديما ذرة من نور
ربكم قد جبل الرحمن منها يوسفا. تالله لو أن ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. تالله لو جدت العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. تكفيه يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. لكن نور محمد صلى الله عليه وسلم لن يخسف. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين قدر رسول الله في قلبك؟ أين تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ الله قال لنبيه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم قال لكم أنتم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتعزروه وتوقروه. والتعزير هو التعظيم والإجلال، والتقدير هو والتوقير هو التقدير والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تقدر رسول الله؟ وهل تعظم رسول الله؟ نعم بالطبع، لا أحد يستطيع أن يقول غير هذا. لكن ماذا لو عرض عليك المال بالربا؟ هل تقدر رسول الله أم تقدر المال؟ لو عرضت عليك الدنيا بشهواتها وشبهاتها ومفاتنها، هل ستقدر رسول الله حقا أم ستقدر الدنيا وتشتريها وتقدمها على إرضاء ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قيل لك قال الله وقال رسوله في مشكلة أو في خصام، هل تخضع وتقول سمعنا وأطعنا أم تقول شرع الله عند غيرك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أين أنت إذا حدثت مشكلة مع أخ لك في الإسلام، مشكلة بينك وبين زوجتك، مشكلة بين زوجة وزوجها، بين أسرة، بين إخوة، هل تخضع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أم ترفع الأمر لمحاكم غير المسلمين وتطلب النجدة من غير المسلمين؟ هذا هو تقدير النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وليس بالكلام. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا من قلبك؟ طب أين أنت من طاعة رسول الله الذي قال الله عز وجل لك وإن تطيعوه تهتدوا؟ الذي قال الله عز وجل لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الذي قال الله عز وجل لك مبينا أن طاعته صلى الله عليه وسلم ما هي إلا جزء من طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن خلت الطاعة مع رسول الله خلت مع الله سبحانه وتعالى. أين أنت من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم؟ أم هي طاعة كلامية واتباع كلامي ومحبة بالأشعار والأناشيد وغير ذلك مع استخدام الرقص والطبل والزمر كما ترون بالليل وبالنهار؟